السلام عليكم جميعا، كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام. اليوم رجعنا لكم يا إخوان وعندنا المواسم البول باس الجديد. طبعا موسم جميل يا إخوان، راح نستعرض هذا الموسم بشكل كامل وراح تشوفونه أنتوا بالتفصيل. تمام، خلينا ندخل على الموسم لتشوفونه أنتوا يا إخوان بشكل تدريجي. وهذا فتح عندنا الموسم كمان. طبعا طريقة شراء هذا الموسم يا إخوان الكل بيعرفها عن طريق الكاش، وبإمكانك تلعب على الطاولات إذا ما كنت تمتلك كاش، بتجمع نقاط وتاخذ هذا الموسم. هاي العصا يا اخوان لها اربع ترقيات. بعدها خلينا نشوف هذا سمايل، هذا حلو والله، والله حلو يا اخوان. هذا سمايل جميل، هذا سمايل ومت بتحطه للاعب عند ما اللاعب يضرب اخر طابة وما تفوت معه، بتحط له هذا السم على اساس انه انت كنت نايم ما شاء الله. خلينا نكمل شراء البول باس. بعد وصلنا النقطة الثانية، طبعا ما راح نطول عليكم كثير، راح ناخذ المهام المطلوبة من هذا الموسم. تمام، من بعدها نرجع من جديد نكمل هين على المرتبة 33، وهاي 34 راح ناخذها ويصير عندنا البول باس ليفل ماكس. شو رأيكم بهذا الموسم يا إخوان؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. وهين خلصنا الموسم كامل، طبعا 170 كاش بيخلص لك الموسم كامل من ليفل 1 إلى ليفل 34. تمام؟ والما يمتلك كاش مثل ما قلت لكم يا إخوان عن طريق اللعب على الطاولات، كمان راح ينزلون طاولة وين ستريك الأسبوع المقبل أو بأي وقت راح تنزل. تمام؟ خلينا ناخذ الترقيات للعصايات. وفي مهمة يا اخوان جديدة احتمال بتنزل، في مهمة جديدة للعصايات او ترقيات جديدة لسه مو مبين الوضع عشان ما ندخل بتفاصيل. خلينا ناخذ الترقيات واتكلم لكم. اول ما الشركة تعلن عن هذا الاشي ان شاء الله راح ننزل لكم، فالكل يكون مستعد. اوكي، شو رايكم بهذا الافاتار؟ حلو، وهذا الافاتار الختيار كمان حلو، حلو جدا. طيب خلينا نقدم لناخذ بقية المهام. راح ناخذ بس المطلوبات الأساسية، يعني ترقيات للعصي، راح ناخذ الأفاتارات، وراح ناخذ الأسمايلات اللي موجودة، يعني المواضيع المهمة. ما تبقى راح أخذه بعد ما أخلص هذا الفيديو عشان ما أطول عليكم أكثر. ضمن موسم البول باس، شو رأيكم هذا سمايل؟ خلينا نشوفه، فيه عنده حركة ولا لا؟ حلو جميل، انا والله بحب بالبول باس اكثر اشي سمايلات. طاولة الجولدن شوت يا اخوان بتعطيك كاش، بتفتح لك عصايات حسب نوع الصندوق اللي بدك تفتح بحسابك انت. في كاش بيعطونك اياه في صناديق مجانية، يعني في صناديق القسم من تحت شراء، في الصندوق الاخير بيعطيك ترقيات، يعني كل الموسم 5 دولار يا اخوان، اعتقد انه مو صعب. يعني اليوم إذا بدك تشتري عصا وتمكسها بدك 150 دولار من العصايات الزينات. تمام، أما فما بالك البول باس كله على بعضه بخمسة دولار. أتمنى الجميع يشتري الموسم اللي تنزل يلي يستطيع يا إخوان، لأنه والله موسم ما تتضيع وفعلا جميلة جدا. هذا الأفاتار كمان حلو، مثل ما أنتم شايفين أنا عم سولف وعم أخذ للترقيات. هاي 10 قطع لهاي العصايات. خلينا نشوف كمان الترقيات للعصايات، كمان ان شاء الله يكون عصايات قويات. طيب كمان يا اخوان في افاتار مجاني موجود، الرابط باول تعليق مثبت، اول تعليق مثبت في رابط افاتار نزل جديد. تمام، طبعا قبل ما نزل هذا الفيديو بخمس دقائق تأكدت منه الافاتار شغال، وهذا مو يوم ويومين، راح يستمر انه يظل شغال. اوكي، فاحتمال منكم ناس تدخل على الافاتار. هذا حلو سمايل، هذا جميل جميل جدا. فانت يجوز تدخل على الافاتار وما بيعطيك اياه، يجوز عندك خطا وكنت بدك تاخذ الافاتار، او يكون الافاتار موجود عندك قبل. فبتمنى ان الجميع كلهم تحصلون عليه، لانه افاتار مجاني حصل بحسابك الاساسي تحصل عليه. هذا الافاتار اسطوري، هذا اسطوري. هاي رسمه على الطاوله، هاي نفس رسمة الموسم اللي نزل هذيك المرة، بس كانوا حاطين صورة
ذيب صح؟ هنا أعتقد خلصت كل إشي. ما ظل إشي إلى الترقيات، أخذنا المواضيع المطلوبة والمهمة تمام؟ من بعدها نروح لازم على العصي لنأخذ الترقيات على العصي. بعدين فتتكم أنا موضوع كمان، البولباس بيعطيك نقاط للكيو باور، يعني عصا هاي الشراء شايفين مكتوب تحتها التحديث أبديتس، شايفين تحتها شمو مكتوب 145، يعني بيعطيك 145 نقطة للكيو باور كل ما بترقي هاي العصا. وهاي أول ترقية يا إخوان لهاي العصا. ناخذ الترقية اللي بعدها. والله مبين العصا حلوة وجميلة جدا. خلينا نشوف ترقياتها. صارت عندنا ليفل 3، أعتقد لازم تكون قوية هاي العصا، شو رأيكم؟ المهم فعل الجرس يا إخوان، بالله عليكم ليش لايكات ما في في لايكات؟ يا زلمة مو معقولة ما تحطون لبفيصل لايكات. عم مقدمين لكم كل شيء والله يا إخوان. لايك شو خسران؟ اضغط على اللايك، اضغط عليه يلا، يلا اضغط. مو معقولة فيديو يوصل 1500 نشحذ منكم مش هذا يا الله اللايك، شو يا أخي؟ حط لايك، اشترك. وشوفوا الفيديوهات القادمة شلون راح تكون، أحسن وأحسن. هاي يا إخوان ظل لها ترقية واحدة، لا لسه لها نوب ترقية، لسه لها كمان ترقية. الترقية الأخيرة هاي تصير العصاية عندنا ليفل ماكس، وحلوة العصا، قوية قوية العصا يا إخوان. لا أحد يقول لي العصا ضعيفة، لا أحد يقول لي، شايفين العصا أسطورية. الوقت السبن الايم القوة قوية العصا، حلوة جدا. بالرأي لكم، أنا هذا رأيي، أنا أعطيكم رأيي، فرأيكم أنتم كل واحد حر برأيه الشخصي. العصا الثانية بتعطينا 50 نقطة للكيو باور، وأعتقد هاي العصا راح تكون قوية، راح يكون الايم أطول من المواسم اللي قبلهن بهاي العصا تمام. فيا إخوان ملاحظة بسيطة، أوثقوا بالله تعالى، كل ما تكبر القناة راح تجيكم فيديوهات ما شفتوها على اليوتيوب بإذن الله تعالى. ولكن كل ما يكبر فيديو، كل ما فيديو بيطلع يصير لي نفس أقدم محتوى أفضل أحسن. شو قصة تلعب برلين والعب ما أعرف شو، لا نقدم للناس مواضيع بتخدمكم. هاي هي العصا صارت الليفل ماكس تمام. هيك شفتوا البول باس، اشتركتوا بالقناة، حطيتوا لايك، وجعنا رأسكم اليوم أعرف، والله مقرب وعايف حالي يا إخوان، ما أعرف شو رأيكم انتوا يا إخوان بهذا الموسم، اكتبونا بالتعليقات كل شخص يبدينا رأيه. حطونا لايك، وكنا عم نمزح معاكم مواضيع انه غير لايك وما لايك، اللي بده يحط ما بده يحط براحته، هاي قناتكم بالأخير. كان معكم أخوكم أبو فيصل، السلام عليكم.